الاخت ديالي اخويا كما قلت في جميع المنابر، الاخت ديالي هي كانت مريضه عندنا ملي كنا في البلاد، ملي كنا في العروبيه، وكان الوالد ديالي كيعالج لها على الراس، ودار لها التخطيط ديال الراس، لقى عندها الشبكه ديال التخطيط ديال الراس مقطع، يعني بحال اللي كدير شي حوايج بدون الاراده ديالها. المهم ما عليناش، جينا سكننا في الدار البيضاء، الوالد شرى لنا بيتو كوزين راك عارف في كاريان. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. انا كانت عندي ديك الساعه اخويا شي 7 سنين بحال هكا ولا 8 سنين، كنت كنشوف اختي انا، ماشي ما كنتش كنشوفها، كنت كنشوفها وباقي عاقل عليها لدابا. مرض نفساني من عندها مرض نفساني من الصغر هي، وكنت باقي عاقل عليها كنشوفها، كانت خدامه مسكينه وكانت كتعاون الوالده. المهم واحد النهار صافي خرجت من الدار، كنسمع انا باقي عاقل كنسمع على راشد. بدون وعي. كانت باقا صغيره، خرجت من 14 عام. يعني خرجت اغتصبت، عرفت راسها زبلتها، ما رجعتش للدار الى يومنا هذا، يعني ما بقاش جات لمده 20 عام. خرج الوالد مسكين كيقلب عليها، لقاها في المدينه، جابها لنا ملي تحولنا الاستفاده، انا استفدنا في هذه الديور، جابها لنا الوالد وجات، واول مره غنشوفوها من ديك المده ديال 20 عام. سلمنا عليها والصح. اذا كانت كتنعس في الزنقه ما عارفاش. ما عارفاش. قلبتوا عليها. مشى الوالد جابها، جلست معنا، وهذه دوزت معنا نهار العيد ديال العيد الكبير. ذبحنا شوينا الغد ما بقيناش شناها، ما بقيناش شناها. المهم ناضت الخصام ديالي ديال الخوت على قبل الوالده ديالي، الحمد لله الامور مع الناس المرضيين الله يرحم لهم الوالدين في هذا النهار، الامور مزيانه مع الوالده. ما ناتكش الكبده، نبقاو في نفس الموضوع، ما ناتكش الكبده، قلبتي عليها في المدينه فيما قالوا لك راه شافوها كتمشي تقلب عليها. معلم لمده 5 ايام، متابعه بحال هكاك 5 ايام، ونهار على خو، نهار على خو، حتى واحد النهار لقيتها انا وبنتي، مشينا مع السبعه ديال العشيه، لقيتها كتبيع في كلينيكس قدام الجرده ديال النزاعه، حدا التيرميني زي 33. توقفت عليها، قبل ما نوقف عليها بقيت انا بعدا ما قدرتش نشوف، نكذب عليك حيت بانت كرشه كبيره حامله. واحد اللحظه وانا غوت عليها بحال هكا رشيده وهي تشوف فيا، تميت غادي عدا مسكينه باش تعرف ما عندهاش العقل، بغات تضرب كرشه بجلابيتها. صافي على النكته قلت لها اللي عطا الله عطا، بقينا بكيت انا وياها، بكات معايا، قلت لها يلا نمشيو للدار، قالت لي لا راك عارف خافت من، راك عارف من الدريه جايه بكرشه، يعني حتى الدريه ما غاتقبلها. واحترمت يعني، واحترمت مسكينه دوك هي، الله يفوق عليها والله يهديها، واحترمت باها وامها وما بغاتش تجي معايا. قلت لها شنو هو الحل فين كتباتي دابا؟ قالت لي كنباتها في الزنقه في الخلا، يعني في الخلا اي واحد كيتعدى عليها، اي واحد تشمكر ولا سكر. اول مره كما لقيتوا الخبار في السبيطار ديال الهروش، ماشي اول مره كتولد. لا انا جيك الهضره، مني لقيتها حامله وهاديه، راه كي قلت لك كريت ليها في المدينه باش ما يبقاش يتهجموا عليها بنادم، فهمتي؟ اللهم كتقول تخشيها في بيت تخلص على هذاك 20 درهم في النهار. ها بما جات الوقت ديال الولاده ديالها، هذاك الشيء اللي كاين، جات الوقت ديال الولاده ديالها، صونات ليا في التليفون، شديت الطاكسي مشيت ديتها للسبيطار ديال الهروشي. ما بغاوش يخلوها تولد، علاش؟ ملي سول الطبيب قالوا لي هاد السيده راه دايره عندنا 4 العمليات، وهذه راه دابا هي الخامسه، يعني ما نقدروش نخلوها تيجي. لا راه 4 العمليات راه كتشكل خطر عليها. اصلا تموت. هما اصلا قالوا لها، قالوا لها الا ش... كاين من يتحمل المسؤوليه. وما عندها لا اهل لا احباب، يعني ما عندهاش العنوان، ما عندها حتى لادريس لا لاكارت ناسيونال لا والو، كاتبه عليهم حتى في السميه، قال لهم الابيض نعيمه، هي سميتها الابيض رشيده. صافي اخويا ولدت وجدتها للدار، جدتها للدار ودرنا لها الهيار ديالها بحال بحال كاع النساء، وكلناها شربناها شربت لها الدواء انا والمراه والجيران كيداويوها في الفتحه، راك عارف الشرقه ديال الولاده قداش، الله يسمح لنا من الوالدين. المهم مني برات اخويا، مني برات وحست براسها ولات مزيان، هربت رجعت لهذا القديمه، رجعت كما كانت، خلات لكم الوليد، خلات الوليد اخويا، الوليد ما نقدروش نوريوه. لان ممنوع لنا نوريو الدراري الصغار. ممنوع. وخلات لي الوليد شوف تبارك الله على مزيناته، دري ايه من الجمال. دري صراحه ملي شنا تبرشنا في الحملة، دري شنو المصير ديالو، كيفاش غيكون المصير ديالو مع ام فاقده الاهليه، الام كما تنقولوا حمقى، وهذاك اللي تكرفس عليها تيدير السيليسيون ياك، تيشربوا الدو اليوم، تيديروا السيليسيون، تيديروا كل شيء كاع الممنوعات تيديروا. ما يتستاهل، واخا تجي عندي اخويا هي تقول لي اعطيني ولدي، راني شتك كتقول باغي تعطيه وهذه واعطيني ولدي، راه ما غنعطيش ليها. مش لان القانون هنا واضح. حملك الوالد، انا راني دايرها انت ماشي كاين الوكيل الملك، ودير حتى التزام بانني واخذ الدري. ها هو. بس يقول واحد المثال العربي مكدو فين زادوا فيه. الله يرحم لك الوالد، حنا قلنا نديروا الخير. ديالك معاقه. شرى النصف. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله، قلت زمعه كي غنجيب اختي. قضاء الله وقضاء. الحمد لله حمدك ربي وشكرتك، ولكن قلت زمعه غنجيب اختي. باش تقابل وليدها وتقابل امي وغادي نخرج نبيع ونشري مع، انا راك عارف المهنه ديالي كنبيع ونشري. صافي السيده ملي غمقنا عليها في شهر هنا، هذاك الشهر ما حملاتوش، وتصور واحد النهار وحق الله. حاولتوا تجدوها لشي حاجه ديال محاربه الادمان،
والو. والعمليه قالت لي رانا بغيت نوريك في الفيديو نوريك، قالت لي العمليه ما نديرهاش لك والله عمر داك النهار لا كان لك. واش هادشي كتقول ما هم؟ انا ما فهمتش اخويا، انا ما بقيتش فاهم والله ما فهمت. المهم شحال في عمره؟ 3 شهور يلا جالب الجلبه الاولى، باقي بالجلبه الثانيه بقى وقفت معايا الجمعيه صوبت لي الله يرحم لهم الوالدين صوبوا لي الجلبه ديالو. يلا الجلبه الاولى عنده بقى الثانيه عنده مسكين 3 شهور يلا. الجلبه ديال عين السبع دازت معك جميع الاجراءات الحمد لله الله يرحم لها الوالدين الله يسهل عليها فضل الله. السلطات المحليه هنا الحمد لله ها هو التوجيه عطاتوا لي القايده ديالنا اللي محسوبه علينا باش نديه القايد اللي اللي فين تشرد اختي المنطقه اللي هو محسوب عليها. لقيتي يد المساعده في هذا عرفتي الحليب ليكوش والحمد لله على كل حال. مع الكسكاب الكبير مشكله خويا والصغير مشكله خويا والله. دابا راه ولا مسكين كياخذ مع دابا هي كانت مجوعاه في الكرش ما كتاكلش والله العظيم كانت عاطيها البليه وداك الشيء والله اخويا لا مسكين تزاد قد تبارك الله الدريره والله الا ايه من الجمال تزاد قد الكميشه وحق اسم الله. خلينا نوريو الدريره تبارك الله الدريره ايه من الجمال الله يحفظهم. سمعتي وملائكه وناس يلا لقيتيني ردعتو ها والله يلا ردعتو ودابا مسكين ولا ياخذ الحليب اكثر من اللازم يعني بحال اللي قلتي ولات عنده جحكوكه في 4 ايام يعني يومين كيضرب حك وحك ب 90 درهم وعلى بجليد ليكوش ديال الدري وعلى بزيد ليكوش ديال امي والدواء يعني انا راه كنبيع ونشري يعني انا تنا وليت كنطلب شي عائله صورنا معاك مرضي امي الله يوشو كلشي على عينيكم وراكم كتشوفوا لدابا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والدينا هذوك ما عمرنا تخلاو عليهم اخويا لان هذيك تتبقى الام والام الاخت الحمد لله جات الدري الصغير ايوا هذا ما بغى لي يلا تصلوا بك شي ناس اتصلوا بيا اتصلوا بيا الناس الله يرحم لهم الوالدين ولكن انا طلبت منهم حتى انا غنقلب على امو نجيبها وهما النوامر ديالهم عندي مع تجي امو مع نعيط ليهم يجيو يتقابلوا معاه ويديروا معاه قانون داك الشيء قانون في المحكمه ورايقات وديك الساعه ما عندكش عصير لا لانني ديك الساعه نعرفوا بانه غيمشي غيعيش ماشي غيبقى لنا يتكرف شحال قد يا خويا انا دابا هانتا هاي المراه خدامه وهاي ميمتي حاشاك خنازت صيفطتها للحمام وانا ما نخرجش نبيع ونشري انا هانتا نبقى ندير هكا خويا ياك نبقى مقابله الدري غندير كاع مرتي هي تصبر معايا نخليو الدري عند الجيران ونخرج نبيع ونشري غتجي المراه عاوتاني غتلقاه بالليل ما ينعسش ليها يعني غتفيق مع 6 الصباح مشكل. واحد التعليق ديال واحد السي محمد راه هذا واقع مغربي حنا ما جبناش هذا الواقع من شي حاجه اخرى وهذه قصه حقيقيه ديال الشاب ادله راه الادله كاينه ها هو السي محمد توجيه ديال القيد وها هو درت شكايه لوكيل الوكيل المالي وهل التزام ويجي هو مباشره يشوف يجي هو مباشره لا احنا ما نجاوبوا في شق اخر ما عندناش مشكل كي غدبر هذا المشكل اللي عندك ولا كان هو قاعد يطيح في هذه المرحله لا انت بعيد عليه لان انت كيفاش غدبر هذه المرحله امر مطروق الله عز وجل رسالتك الناس باش يساعدوا معاك انا الحاجه الوحيده اللي تنقول راه تنقولها ديما انا ملي كنخرج لشي منبر يعني كنخرج ماشي كنطلب انهم يعني يعطوني شي حاجه. هاد الوليد بغيتو يتربى عند شي عائله اللي تستاهلوا اللي هما باغين وليد من نيتهم صافي عائله يكونوا نقايا عائله زوينين ويربوا هاد الوليد يحسبوه وليدهم ويديروا ليه الاوراق قانونيين بالاذن ديال الام ديالو. هاد الشيء اللي بغيت ما بغيتش هاد الوليد يضيع حتى انا حتى راه اقسم لك بالله العظيم تنوريك النتيجه ديال بنتي وتشوفها شحال تاع الغياب كتمنك في المدرسه. علاش؟ حيت ما كنقدوش نديوها كنبقاو بعد مرات سهرانين حتى ل 5 ونص ديال الصباح 6 الصباح. كنشكرك اخت امينه على التشجيع ديالك والمجهود اللي كيديروه هذا السيد والدور اللي كيقوم به من اجل الام ديالو ومن اجل الخوت ديالو. الرقم ديالك حطيناه خويا ميلو ديالك الله يحفظك. راه ماشي انت اللي قلبتي عندنا حنا اللي قلبنا عليك لان هذه القصه علمتنا. هذا راه مجتمع مغربي القصه علمتنا وهذا الوليد باش انت راه كون ما كانش الوالده الله يشافيها لك انت مدبر راسك الحمد لله الحمد لله كنعرفوك راك والي سابق الحمد لله الله يخليك صحيحتك الحمد لله لا بليا لا والو ها هو راه الدري سامير تيعرفني من نهار والي سابق الله يخلي لك صحيحتك الله يحفظك التدريب الحمد لله وكنعرفوك من سنوات حنا راه الدار البيضاء معروفين ولاد الحي المحمدي معروفين الله يحفظك الحمد لله السبع معروفين كنتي كتبيع وتشري الحمد لله الحمد لله على كل حال ولكن راه الانسان ثقل ثقل راه الحمل ثقيل بزاف الحمل ثقيل بزاف والمعيشه صعيبه. من هذه الرساله نخليك واحد الكلمه اخيره اخويا ميلود. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول بالنسبه للوليد التسميه ديالو ما سولتينيش علاه سميتو رايان. علاش سميناه رايان؟ سميناه حيت هذا الوليد هذا راه ملائكه قدام الله راه هو دابا كيتصنت ليه وكيسمع. هذا الوليد تزاد نهار مات رايان نهار الخامس اللي مات فيه رايان تزاد الوليد
مع الجوج ديال النهار تزاد الوليد، وعيطت للدريه اللي معايا مسكينه في المانيا وقالت لي الحاجه الوحيده اللي بغيتك هي دير السميه ديال الوليد ريان، حيت كانت تاثرت من اجل داك الوليد اللي مات الله يرحمه. وقالت لي الحاجه قالت لي الحاجه الوحيده اللي بغيتي دير فيها خير سمي داك الوليد ريان. واما الناس كنطلب منهم اخوتي كنطلب من الناس اللي باغين هما يربيوا هذا الوليد مرحبا بهم. ماشي بحال بعض الناس اللي يعطيوك الطاقه السلبيه. لا خويا سير الطريق الله يكمل عليك. الحمد لله الله يعاونك. لا يحشمني. لان الله عز وجل قال وبالوالدين احسان. الحمد لله. والخوت والخوه حد الدنيا. هذاك الشيء اللي كاين. خصك ولدات واش غتخلي هذا الوليد في الزنقه؟ لا. تبناه واحد اخر؟ لا لا. جيتي ما خصك الله يجازيك بخير. الحمد لله. الله يوفقك والله يدير لك تاويل ديال الخير. امين. الرقم ديالك خويا ميلود هو كاين. نتمنوا ان هذا الوليد الله يدير ليه تاويل ديال الخير. هنا لان ما موريناش الصوره ديال الوليد، وليد ايه من الجمال، الله يحفظ الوالديه والله يصوب والله يدير تاويل ديال الخير. خويا ميلود كلمه اخيره كما قلتي، تاثرتي بزاف ولكن الله يصوب معاك، لكن انت مرضي الوالدين ومرضي مهمته. الكلمه الاخيره خويا ميلود الله يصوب اخويا، الله يصوب، الله يدير شي تاويل. انا ما بغيتوش يخرج من الدار في الاخر، نقول لك اللي كاين، ما بغيتوش يخرج من الدار. انا ولات تتبغي بنتي بزاف والله، ولات تتبغي بنتي بزاف، ما بغيتوش يخرج من الدار والله. الله يدير شي تاويل، هادشي اللي غنقول. حنا ما كرهتش انا بعدا، ما كرهتش حتى انا، ما كرهتش. كون كنت خدام ولا عندي شي خدمه خدام فيها مزيان وهادي، غنجلس مرتي من الخدمه، نقول لها جلسي من الخدمه ما تخدميش، وقلتي جاب لي الدري وغنشدو، حتى ديك الساعه غنلقى اللي غادي يشدوا ليا، غنخرج نخدم وعارف بان راه مرتي مع الدري. راكتي خدام، راه المرضى ديال الوالدين ما بقيتش خدام. الدار دابا ما كاينش خدام. باش نكونوا نقلوا الرساله. قبل ما نصوروا معاك، قبل ما نصوروا معاك لقيناك هاز البوطه على كتافك. في الباب. يعني كلشي كاين قدام الله اخو. الله يديرك تاويل ديال الخير. امين الله يحفظك. الرقم ديالك عاودوا معنا على المباشر. 06-33-37-072. كنشكرك. ها ماشي مشكل، الله يحفظك، الله يدير اللي فيها الخير اخو. هما معروفين. الله يحفظك. ما بغيناش الدوليه يضيعوا صافي، هذا ما كان. الحمد لله. الله يدير شي تاويل ديال الخير. امين. الله يحفظك. نلتقي مباشر اخر. شكرا لكم على حسن المتابعه. ومرضي مهمته. الله يجازيك بخير.